واحدة بتقول احيانا لا استطيع ان اركز في الصلاة، ففي هذه الحالة هل تكون صلاتي بلا معنى بالرغم اني احاول اركز؟ وبعض الاحيان لا استطيع. ما ايضا التركيز في الصلاة عايز وقت وعايز تدريب، فما تتضايقيش ما تتضايقيش، مش تقولي ما تعتبرش صلاة، هي صلاة وكويس بس ناقصة حاجة. حكاية التركيز دي لا يبتدئ بها الإنسان، جايز ينتهي إليها لكن ما يبتديش بيها. فحاول تركز ولا تنسي إن زي ما انت عايز تصلي الشيطان عايز يشتت صلاتك، فانتصري على الشيطان اللي عايز يركز يشتت صلاتك.